صاحب الجلالة الملك حسين صلى الله عليه وسلم، درس بالمدرسة المولوية وتلقى في العلم العصري المزدوج بفضل عن حفظ القرآن الكريم، وكان حريصا جلالة المفضل الحسن الثاني على تطبيق الصرامة في تربية ولي عهده صاحب الجلالة الملك حسين صلى الله عليه وسلم، وأخذ شهادة في الدروس الابتدائية سنة 1971، وبعدها عفوا سنة 1972، وبعدها التحق بالثانوي، ثم في هذه الفترة بالضبط ما بين سنة 71 72 زار مدينة مكناس، وكان ولي العهد، وكان لمجموعة من الكوفي الشرف اللقاء بولي العهد آنذاك صاحب جلالة الملك حسين صلى الله عليه وسلم برفقة أخته لالة حسناء، والتقى بمجموعة من الكوفيين بمكناس بالمعرض حاليا لافار قرب مفوضية الشرطة المركزية أو ولاية الأمن بمكناس، ثم أخذ تعليمه الثانوي إلى أن حصل على البكالوريا سنة 1981، ثم تعليم جامعي حيث تلقى تعليم في القانون، حصل على الإجازة في القانون العام، ثم دكتوراه دبلوم الدراسات العليا، ثم دكتوراه الدولة حيث حول المغرب تاريخ المغرب العربي في الدكتوراه، ثم كذلك حصل على دكتوراه فخرية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2000. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله على عرش أسلافه المنعمين، تنظم المنظمة العلوية للعهد المكوفين بالمغرب فرع إسلام على غرار سائر عناصر الشرق المغربي احتفالا ونشاطا ثقافيا وفنيا تضمن تجديد النشيد الوطني وأغاني وطنية حماسية مثل نداء الحسن، وكذلك عيون الساقية الحمراء الودوادي، ثم كذلك شمس العشية، وكذلك إلقاء عرض بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بعنوان مجالات جديد الإبداع لدى جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم، رئيس المنظمة العلوية عبد الربيع حسن السويني، ثم كذلك انضمنا معرضا للصور ملوك الدولة العلوية وبعض الأبحاث التاريخية التي تتحدث عن تاريخ المغرب خاصة تاريخ الدولة العلوية. شكرا للسلطات المحلية وللمجلس المنتخب لجماعة وسلان ولمفوضية الشرطة الأمن الوطني بمكناس بوسلان عفوا وبمكناس، ثم كذلك لشركة نيوز وسلان على تغطيتها لهذا الحدث، أشكرها وأشد بأيدي بحرارة على حضورها ويعتبر حضورها وتغطيتها لهذا النشاط دعما لذوي احتياجات خاصة، دعما لهذه الشريعة الاجتماعية من المكفوفين. كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر صاحب السمو الأميرة الجليلة للمياء رئيسة المنظمة العلوية للعدو في المغرب على دعمها ورعايتها للمكفوفين بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. وفي الختام ندعو الله تعالى أن ينصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله نصرا مؤزرا ويحفظه من كيد الأعداء ومكر الخائنين، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير جليل المولى الحسن وصاحب السمو الملكي الأميرة المصونة لالة خديجة، ويشد أزره بسنو السعيد المولى الرشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سمو مجيب الدعاء، والسلام على المقام العلي بالله، وشكرا لكم. الصالحين زها جلالة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، كنتعلموا نشاط موسيقى وكنتعلموا الموسيقى، وكنشكر حسن الصويني وكنشكر أستاذ أمين العلوي وجميع المنخرطين والمنخرطات. السلام عليكم، أنا فاطمة زهرة البنيط، فرحانة بهذا النشاط اللي وفروا لينا السي الصويني. الموسيقى المهم كانت هي اللي خاصة، أنا بصراحة ما كنتش كنعرف الموسيقى حتى واخا قريت في الإعدادي والثانوي، حتى المهم انخرطت مع هذا في هذا النشاط مع هذا الجمعية، المهم عجبتنا الفكرة وانخرطنا فيها
وحفظنا المهم داكشي اللي مطلوب منا. وبعد المناسبه كنشكر الاستاذ سي سويني بزاف والاستاذ امين اللي سوا بذل المجهود باش يوصلنا الاغاني اللي كانت خاصه في هذه المناسبه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، سميتي صفاء البنيط، منخرطه في جمعيه السويني المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين بويسلان، الفرع ديالها بويسلان. الصراحه استفدنا بزاف من هذه الجمعيه بحيث وفرت لنا حصص موسيقيه وفرت لنا بزاف ديال الحوايج. كنشكروا السي حسن السويني على هذه المبادره الطيبه والالتفاف ديالو للمكفوفين والاشخاص في وضعيه اعاقه من جميع النواحي. بصراحه استفدنا بزاف، استفدنا كيفاش تعلمنا كيفاش نضبطوا بزاف ديال الحوايج مع الاستاذ امين العلوي. تحيه للسي حسن الصويني والاخوان كاملين اللي معنا في المنظمه، وكنتمنوا ان شاء الله الخير يكون للقدام وتزدهر الجمعيه ديالنا اكثر واكثر ان شاء الله، ويكون العديد من الانشطه بحال هذه واحسن ان شاء الله. وبهذه المناسبه كنقدم التحيه ديالي لجلاله الملك محمد السادس، وكنهني مناسبه عيد العرش، وشكرا لكل الاخوان. السلام عليكم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مشاركه في جمعيه المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين برئاسه السي حسن الصويني، وكنشكر الدكتور حسن الصويني اللي وصلنا لهنايا في يعني في هذه الموسيقى اللي درنا الموسيقى، وكنشكرو بزاف وخصنا يعاونونا باش نزيدو القدام. وكنشكر جلاله الملك محمد السادس، كنشكر كنبارك له عيد العرش واللي طولنا عمره، وكنشكر اخوان معايا في الجمعيه، وكنشكر الاستاذ سي امين اللي هو المؤطر ديالنا في الموسيقى، وشكرا.